أيها المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من خلال هذا النقل المباشر لزيارة دولة التي يقوم بها فخامة الرئيس الأندونيسي برابو سوبيانتو لدولة الإمارات العربية المتحدة. من هنا نحييكم عبر قناتي الإمارات وأبوظبي ومعهم بينونة من وطن المجد والهمة والقمة، الذي نسج وما زال معطف الأخوة والصداقة الشفيفة ليكون رداء للقريب والبعيد وردأ في فصاحة ود علاقته ونزاهة وشائجه وحكمة أواصره وأصالة تواصله وسمو مبادئه ومواقفه. يزور هذا الوطن ضيف كبير هو فخامة الرئيس الأندونيسي برابو سوبيانتو لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الوطن دائما وأبدا سيكون جسر تواصل وتلاق بين شعوب العالم وثقافته. سيارة المقلة لفخامة الرئيس الأندونيسي تعبر الطريق مع ترحيب ورفع أكف الصداقة للضيف الكبير، شعور بالزهو والفخر لا يبرحك وأنت تتأمل مثل هذه الزيارات، زيارات رؤساء الدول الشقيقة والصديقة لهذا الوطن لبلادهم، وهم يسعون للعلاقات السوية الندية الذي يفتح آفاقها الرحبة قائد الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. أعلام دولة الإمارات وأندونيسيا ترفرف عاليا هنا. زيارة تتوج رحلة مهمة من العلاقات المثمرة بين البلدين والعمل المشترك البناء لمصلحة شعبيهما. ما زال موقف فخامة الرئيس الأندونيسي برابو سوبيانتو يشق طريقه من خلال الشوارع والشارع الموصل لقصر الوطن. مراسم استقبال رسمية لهذه الزيارة لهذا الضيف الكبير. كثيرا ما عبر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن تقديره الكبير والمهم التي دور يقوم به وطن من خلال لقاءات أشقائه وأصدقائه. تقدير رئيس الدولة للدور المهم الذي يقوم به الرئيس الأندونيسي في تطوير علاقات البلدين وازدهار تعاونهما واهتمامه الشخصي
توفير كل أسباب التقدم لهذه العلاقات المتفردة. ترحيب شعبي رسمي بمقدم ضيف البلاد الكبير. هنا شراكة راسخة تستشرف المستقبل وتضيء دروبه لتعزيز علاقات وثيقة تطورت عبر الزمن بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأندونيسيا. ترحيب شعبي مكلل ومزخرف بفنوننا الإماراتية الأصيلة التي تعبر عن الترحيب بضيوفنا. بينما تطلق المدفعية 21 طلقة ترحيبا واعتزازا بهذه الزيارة الكريمة التي يقوم بها فخامة الرئيس الأندونيسي برابو سوبيانتو لدولة الإمارات العربية المتحدة. العلاقات الإماراتية الأندونيسية ستظل نموذجا للتطور والنماء على الدوام، وتعد نموذج لعلاقات الصداقة الثنائية المتميزة التي شهدت تطورا ملحوظا على مر السنوات، تعكس عمق التفاهم والتعاون بين البلدين. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يرحب بضيف البلاد الكبير فخامة الرئيس الأندونيسي برابو سوبيانتو الذي يأتي ليحل ضيفا عزيزا في زيارة دولة لبلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة. ما هذه الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس الأندونيسي إلا دفعة قوية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. زيارة هي محطة مهمة في تعزيز مسار العلاقات الشاملة. أعلام دولة الإمارات وأندونيسيا ترفرف بأيدي أبناء الإمارات. تمثل زيارة الرئيس الأندونيسي إلى دولة الإمارات إضافة نوعية لمسار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات. مراسم حراس السلام الوطني لجمهورية أندونيسيا. سلام سلام.
الحرس جاهز للتفتيش سيد. عزف السلامان الأندونيسي والإماراتي إذانا ببدء مراسم الاستقبال الرسمية لفخامة الرئيس الأندونيسي. هذه المراسم تقام هنا في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي. وبعدها استأذن قائد حرس الشرف الزعيمين الكبيرين لبدء تفتيش ثلة الحرس، ثم بعد ذلك يصافح الرئيس الأندونيسي برابو سوبيانتو كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة. مباحثات اليوم التي يجريها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع فخامة الرئيس الأندونيسي برابو سوبيانتو تعكس بشكل واضح حرص قيادتي البلدين والشعبين على الارتقاء بمسارات هذه العلاقات وتوسيع آفاق ومجالات التعاون والعمل المشترك بينهما في مختلف المجالات. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يصافح كبار المرافقين للرئيس الأندونيسي برابو سوبيانتو خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة. حرص البلدين الصديقين على توافق الرؤى فيما يتعلق بكل الجوانب، جوانب التعاون والعمل معا على ترسيخ ونشر قيم التسامح وضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده لتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.